نجح محمد روراو مرة أخرى في مراوغة الصحافة على تعددها وتنوعها، فلا المرئية أبصرت ولا المسموعة أنصتت ولا حتى المكتوبة على التحرير قدرت. C'est une équipe qui elle a peut-être pas besoin d'un grand entraîneur, pas à l'heure actuelle. Bah, en début de saison, en début de compétition, elle aurait eu besoin. يبدا معهم الخدمة. الأيام ستجيب هل لي 15 المدرب الأنسب للمجموعة الحالية للمنتخب الوطني. حنا عندنا une équipe de joueurs professionnels qui ne sont jamais là. Un entraîneur de renom واش راح يدير؟ راح يجي يقعد في البون، يقعد في الدار، يشوفهم في التلفزيون، يبرون نوت، يكونفوكيهم قبل الماتش، يجوا يشدهم 3 أيام 4 أيام، يلعب معاهم ماتش ويعاودوا يروحوا للكلوب تاعهم. بعد تنحية رايفاز تصدرت الروضة، عفوا المدرسة الفرنسية اهتمام إعلامنا، ثم قليلا نظيرتها الإسبانية، وتارة جارتها في بلجيكا. اختار رئيس الاتحاد الأخيرة، لكنه لم يستقر على ويلموتس، إنما على الذي نصح ويلموتس أن يتروى في الرد على عرض الفاف. استقر على مدرب مر على المنتخب قبل 13 سنة، لم يعمر طويلا ولم يترك بصمة ولا دليلا على أنه من ذينة الكبار، لم يثبت حتى أنه أثقل من الغبار. لي كان سيكوني الجيري يكوني الفوتبول ناسيونال يكوني ليكيب ناسيونال بيسكو خدم فيها ديجا اوبارافون. هو الى ديكلاري جي با فيني مون ترافاي كو جافي كومونسي اون 2003 قبل ما يروح. سي لوكازيون بور لوي. اللغة لا تكفي لي 15 لقيادة المنتخب الجزائري. جورج لي 15 ربان سفينة الخضر الجديد، وإن كان قديما يقولون أن الربان يؤدي جيدا مع تعاقب السنين. 67 عاما تبدو ملائمة، لكن كل ألقاب جورج على قلتها نالها قبل أن يتعرف على الخضر، بعد ذلك لم يحقق ملفتا لا مع ناد ولا مع منتخب. آخر منتخب قاد سفينته البلجيكي كان نسور قرطاج، الذين بترت أجنحتهم في ربع نهائي محفل القارة ظلما. قل إن ليكانس رصى بسفينة تونس قبل آخر المحطات، غير ذلك لم يقنع جمهورا ولا مسؤولا. هزيمة الرأس الأخضر كانت المعيار. بالنسبة للاعبين لا ندري إن كان البلجيكي يلبي طموحاتهم ويشبع رغباتهم في تتويجات. رام كامل يلعبوا رام الحمد لله يفون دو تري تري بون ماتش فيزيكمون اي سون ابت دركا قعدت سوغ ان بلون مونتال. من ناحية تكتيكية أو من ناحية البدنية أظن لي 15 لا يمكنه فعل أي شيء. على اللاعبين الآن أن يقدموا أفضل ما لديهم فوق أرضية الميدان للخروج بالمنتخب الوطني من الوضعية الحالية. افضل من رايفاز. سي فري كو يا يو اون هيستوار افيك راجيفاك صرا تاع فايس في لي فيستير ولا في لا ريونيون تكنيك بيناتهم اي سي باسي بلان شوز. مشكل تواصل تاع لا كومونيكاسيون مع المدرب رايفاتش كان مشكل كبير وكبير، وحتى تصريح فغولي ربما يلخص الاشكاليه اللي كان يعاني منها اللاعبين مع المدرب. الواجب قوله ان ليكانس لن يستغرق وقتا طويلا لتاقلم. ليكانس لن يستهلك مالا وفيرا، البلجيكي لا يحتاج مترجما يبلغ رسالته، لكن هل سيفهم الرسائل؟ ليكانس راح يكون عنده عمل كبير بسيكولوجي مع هذا الفريق، اي جو سوي سور كي فا ريوسيغ ا روميتر سيت ايكيب سور بيي. قالوا ان التعاقد مع ليكانس مره اخرى سمكه افريل، الغريب انها تسبح في محيط اكتوبر.